السلام عليكم شباب، هنطلع من سلسلة ستارت سمثينج شوية وهنتكلم برضو جواها، بس هنتكلم عن إنشاء الشركات والفرق بين أنواع الشركات كلها. ناس كتير عايزة تبدأ ومش عارفة تختار شركة تضامن ولا شركة ذات مسؤولية محدودة ولا منشأة فردية. ناس كتير عايزة تعرف إيه الفرق اللي بين نوع شركة والتاني، إيه المسؤوليات اللي على الأفراد في كل نوع شركة، إيه مميزات كل شركة وإيه عيوب كل شركة. هنحاول نستعرض ده واحنا ماشيين، هنقول ازاي تبتدي انشاء شركتك، ايه الاجراءات اللي في مصر المتبعه عشان تنشئ شركتك ايا كان نوعها. هنحاول نشوف امثله موجوده على ارض الواقع اختارت انواع شركات معينه وازاي اختيارها ده فادها بعد كده، وناس تانية ازاي اختيارها ده ضرها وحاولت ان هي تغير نوع شركتها. هنحاول نستعرض ده كله واحنا ماشيين في السلسله حلقه بحلقه. هنشوف تعليقاتكم ونحاول نشوف كل التساؤلات اللي قدامنا واحنا ماشيين هنحاول برده نجاوب عليها. اول حاجه يا جماعه لازم نتكلم عن اصلا يعني ايه شركه. الشركه بكل بساطه هي العقد، عقد الاتفاق اللي بين الناس اللي بتاسس الشركه. عقد التاسيس ده هو اللي بيتحط فيه الادوار والصلاحيات والمسؤوليات وكل حاجه. النص اللي مكتوب في الدستور الفرنسي واللي اشتق منه في الدستور المصري تعريف الشركات هو عقد بين شخصين او اكتر اتفقوا على انشاء كيان معين، كل واحد فيهم هيساهم في الكيان ده بمال او بمجهود بدور، يعني في مقابل ان الشركه دي لما تحقق ارباح يقتسم الارباح دي او الخساره. بكل بساطه هي دي الشركه، وهو ده في الاخر اللي بيتم الرجوع ليه في معرفه اصل الشركه او مسؤوليات الافراد فيها او في المنازعات او اي حاجه. عقد التاسيس، فصلب الشركه هو عقد التاسيس بتاع الشركه. ايا كانت انواع الشركه، اللي بيعرف الادوار واللي بيعرف المسؤوليات واللي بيعرف كل فرد وبيعرف دور الشركه وبيعرف نشاط الشركة والشركة دي رايحة فين وابتدت ازاي وعايزة تحقق ايه ولما تحقق دوت التحقيق ده يتوزع ازاي، هو العقد. الانواع في الاخر بتعرف صفات للشركة وصفات للناس اللي جواها بس، لكن مش بتحدد ادوار، مش بتحدد صلاحيات، مش بتحدد توزيع لرأس المال او توزيع للارباح او الخسائر، بس بتحدد صفة للكيان ده او الافراد اللي بيساهموا فيه.